ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام قصة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن سيرين: قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ يقصدون في الفتنة التي كانت والقتال الذي كان بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، وكان سعد ممن اعتزل ذلك وابتعد عنه. فقالوا له: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك، ينبغي أن تدخل معنا، أنت أحق بهذا الأمر من غيرك. فقال: لا أقاتل. واسمعوا كلامه وفيه حكمة. قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان. لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف المؤمن من الكافر. تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر. إن ضربت مسلما نبى عنه لا يقتله، وإن ضربت كافرا قتله. ثم قال: فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، أما مثل هذا القتال الذي تتساقط فيه رؤوس المسلمين ويقتل بعضهم بعضا لا أدخل في ذلك، إلا أن تأتوني بسيف، هذه صفته. ثم ضرب مثلا عجيبا قال فيه رضي الله عنه: قال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فظلوا الطريق، اشتبه الطريق بسبب العجاج والريح والتبس عليهم. فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاه وظلوا. وقال آخرون: الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها فتاه وظلوا. وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت الريح فأناخوا فأصبحوا، فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة. قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن. وكان منهج سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة أن الحل في الأمر الذي كان بين معاوية وبين علي ليس السيف، وإنما الحل السعي في الصلح والتروي في الأمور ونحو ذلك. وعلي رضي الله عنه كان له اجتهاده، ومعاوية رضي الله عنه كان له اجتهاده، ولا يعدم من كان مجتهدا متحريا الحق والصواب من أجر الاجتهاد والإصابة أو أجر الاجتهاد والخطأ وذنبه مغفور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. لكن جماعة من الصحابة رأوا أن الحل في مثل ذلك ليس بالسيف والقتال، وإنما بالسعي في الصلح والبعد عن القتال وجمع الكلمة إلى غير ذلك من الأمور.